القانون 84/12 ينظم هذا الأسعار؟ هو بالنسبة لتنظيم الأسعار في هذا المجال ديال المنتوجات المستلزمات الطبية هو صعب. بالنسبة ممكن تكون تنظيم اللي هو بالنسبة لكل ما هو يستعمل في العلاج في يعني لي برودوي امبلونطابل. وعلى حسب العلم ديالي كاين واحد التنظيم في هذا المجال بالنسبة لبعض المنتوجات. أما بالنسبة للمنتوجات التجهيزية ويعني معدات أجهزة بيوطبية هناك اختلاف كثير في المنتوجات، وعلاش هذا يعني الاختلاف؟ ما كاينش تنظيم؟ اختلاف ما يمكنش تحكم على قيمة المنتوج حتى تعرف ليفوليسيون ديالو، يعني التقدم ديالو بالنسبة للتكنولوجيا اللي مستعملة فيه والماركات ديالو بتعدد الماركات بتعدد، ماشي بحال اون موليكول ولا شي حاجة اللي غادي تكون اون فورم اللي غادي يستعملها كل شيء، جميع المصنعين عندهم نفس